قبل 14 عام حدثت حالة غريبة جدا في مستشفى بفانكوفر الكندية، حيرت الأطباء. ماذا كانت الحالة وماذا كان التشخيص؟ Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. في العام 2007 حدثت حالة غريبة ونادرة جدا لرجل كندي في الأربعينات من عمره أثناء خضوعه لعملية جراحية، وهي انه نزف دم اخضر. دم اخضر؟ هل ممكن ان يكون الدم بنفسجي او اخضر او ازرق؟ بداية من المعروف للجميع ان دم الانسان احمر اللون، وهذا في اغلب الفقريات، والسبب في هذا هو مادة الهيموغلوبين، وهو عبارة عن بروتين يحتوي في تركيبه على ذرات الحديد. طبعا زي ما كلنا عارفين ان الهيموغلوبين يلعب دور هام وحيوي في عملية التنفس، حيث يقوم بنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة، وينقل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين حيث يتم خروجه أثناء عملية الزفير. ينقسم الهيموغلوبين إلى 4 أجزاء، والتي تحتوي على أجزاء أو مقاطع أصغر يعرف بالهيم، كل منها يحتوي على ذرة حديد، والتي تتحد مع الأكسجين فتصبح كريات الدم الحمراء قادرة على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. ذرات الحديد هي المسؤولة عن لون الدم الأحمر، حيث تحتوي وحدات الهيم على روابط أحادية وثنائية بين ذرات الكربون، تتبادل هذه الروابط في نظام يعرف بالconjugated system، وينتج عن هذا التبادل امتصاص أطوال موجية مختلفة من الضوء المرئي، مما يسبب انعكاس للون الأحمر. هناك أسطورة شائعة تقول بأن الدم الغير مؤكسج، أي الذي لا يحتوي على أكسجين، يكون لونه أزرق، وذلك لأنك إذا نظرت إلى جلدك ترى الأوردة تظهر باللون الأزرق، ولكن هذا غير صحيح، فسبب ظهور الأوردة بهذا اللون ما هو إلا نتيجة تفاعل الضوء مع الدم والجلد والنسيج الذي يغطي الأوردة. نرجع للحالة اللي ذكرناها. بينت نتائج تحاليل الدم التي أجريت لذلك الرجل أن السبب في تلون دمه باللون الأخضر هو مرض يسمى السلف هيموغلوبين، بسبب تناوله لجرعات عالية من دواء يسمى سوماتريبتان، يستخدم في علاج الصداع النصفي، ويحدث هذا إذا حلت ذرة كبريت في الأكسجين المحمول في الهيموغلوبين. تشمل الأعراض تلون الدم والجلد والأغشية المخاطية باللون الأزرق أو الأخضر. على الرغم من أن تحليل السي بي سي لا يتأثر في هذه الحالة، ولكن الخلايا لا يمكن أن تعود مجددا إلى الهيموغلوبين الطبيعي وتصبح غير قادرة على حمل الأكسجين. طيب، هل الحالة هذه لها علاج؟ تتعافى الحالات بشكل تلقائي مع تجدد خلايا الدم كل 120 يوم. في حالات معينة ممكن يكون نقل الدم ضروري بالنسبة لها. هل توجد أسباب أخرى لتغير لون الدم إلى اللون الأخضر؟ عند الغوص أيضا لعمق 9 أقدام أو نحوه يصبح لون الدم أيضا أخضر، بسبب أن انعكاس اللون الأحمر سيكون ضعيف جدا. بكذا أكون خلصت فيديو اليوم، أتمنى يكون أفادكم وعجبكم، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة والتعليق بآرائكم ومقترحاتكم لتطوير المحتوى. ألتقيكم على خير في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.